احنا معانا تليفونات. نور، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذ دعاء. وانت طيبه. كل سنه وحضرتك طيب يا شيخ احمد. ربنا يبارك فيكي، ربنا يعزك يا رب. انا بحبك جدا يا استاذ دعاء، يعني حضرتك سياقه وانا اقرا. بسم الله ما شاء الله عليك، الله اكبر. دايما بسمع، يعني احب اكون زيك كده يا رب. حبيبه قلبي شكرا، ربنا يكرمك يا حبيبتي، ان شاء الله تبقي احسن مني. لا طبعا حضرتك الثقة كلها طبعا. حبيبة قلبي اتفضلي. ليا سؤالين عن اتفضلي اتفضلي يا فندم. وطلب، أول سؤال، إيه معنى اسم الله المنتقم؟ هو ربنا سبحانه وتعالى اسم يعني الله الإيه؟ المنتقم. الإيه؟ المنتقم؟ أه هو ربنا ربنا الرحمن الرحيم غفور، يعني مش منتقم، إيه معناه؟ ثاني سؤال، ألو؟ أيوة مع حضرتك. الو سامعينك يا حبيبتي، اتفضلي يا فندم اتفضلي. تاني سؤال هو في ربنا سبحانه وتعالى بيوصي سوره البقره، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فتمهن، قال ان جعلك للناس اماما، باقي الايه هو ايه الكلمات اللي ربنا ابتلى بها سيدنا ابراهيم؟ ايه الكلمات اللي ربنا ايه؟ ايوه ايوه، فتلقى ادم ربه كلمات سيدنا ابراهيم، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فتمهن. تمام يا حبيبه قلبي. ايه معنى الايه دي؟ الثالث الطلب، ممكن رقم الشيخ احمد لو سمحت، يعني بعد اذن حضرتك الشيخ احمد. الشيخ احمد في الكنترول يا فندم. ماشي يا حبيبتي. طيب الناس ما شاء الله بتحبك اهو. الحمد لله. دي من نعمة ربنا يعني. والله دي نعمة من نعم ربنا، القبول ده من عند ربنا وبس، الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله. لذلك إذا أن الله إذا أحب فلان نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحب فينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلان فأحبوه، فيضع له القبول في السماء، فينادي بقى في أهل الأرض إن الله أحب فلان فأحبوه، فيعني يضع له القبول في الأرض. الله يا الله أن نكون منهم يا رب. يا رب يا رب إن شاء الله. إحنا ماشيين بقى في الكاوي أنت بقى في الدنيا. أيوه إحنا بنحب ربنا إن شاء الله، وكمان يكون بيحبنا. يا رب. هو سألت سؤالين. السؤال الأولاني يا رب ذكرني. اسم الله المنتقم. بصي، هو يعني أنت عارف إحنا عندنا بعض أسماء ربنا تبارك وتعالى الناس بتفهمها على الظاهر يعني. زي مثلا الجبار، ربنا جبار. مع ان ما نعرفش ان معنى الجبار مثلا معناه الذي يجبر، اللي هو يجبر المرض بالصحه والفقر بالغنى وهكذا، يعني والمنتقم اللي بيجبر خاطرنا، يعني اللي بيجبر خاطرنا، انت عارف يا جبر الخواطر، يا جبار اجبر خاطري. يعني ولذلك والله الاسماء الحسنى فادعوه بها. طيب هل ربنا، ما ربنا ربنا شوفي لما قال في اول سوره غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فربنا غفور رحيم منتقم طبعا. طب غفور لمن ورحيم لمن ومنتقم ممن؟ فاحنا لو فهمنا المعنى ده اللي هي في 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 الدايره دي، اللي هو مش منتقم وينتقم من البشر، لا طبعا، لان ربنا تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم. يعني يعني انت فاهمه عارفه اللي هي هيعمل ايه يعني، هو انتوا سواء انتوا بقى او امنتم كفرتم شكرتم كل ده، يعني الله سبحانه وتبارك وتعالى لا ينقص شيئا في ملك الله عز وجل ولا يزيد في ملك الله شيئا، لكن في شويه اوامر وفي شويه نواهي، تروحوا للاوامر واجتنبوا النواهي خلاص. طب انا لو عملت بقى الاوامر دي يبقى هو غافر الذنب وقابل التوب. طب انا بقى رحت في الناحيه الثانيه اللي هي السكه الثانيه الشمال دي خالص، شديد العقاب الطول، لا اله الا هو اليه المصير خلاص. فبنيجي هنا المعنى بقى، يبقى هنا لما اجي افهم كلمه المنتقم او اسم الاسم ده كلمه، يبقى ينتقم من من الظالم. ينتقم من الظالم، ينتقم من 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 الكافر، ينتقم من من الذي أشرك به، ينتقم من من ينتقم من من عصاه خلاص. وهو هل ينتقم ربنا تبارك وتعالى الانتقام ده؟ احنا بقى نيجي فنعترض على الله عز وجل وكيف تنتقم يعني، لا احنا ده مش من حقنا خالص. طب ما احنا من حقنا ايه؟ اللي احنا نطلب الله عز وجل اللي هو الاولى، اللهم ايه اغفر لنا، اللهم توب علينا، اللهم ارحمنا. فهي بتقول ازاي ربنا هو رحيم وازاي ينتقم؟ ينتقم من ابليس الذي يغوي الناس، يعني ينتقم منه، احنا كلنا نفسنا ينتقم منه. يعني ممكن مثلا حد يدعي مثلا برضه ربنا باسم المنتقم، انه مثلا الواحد ساعات مش بيكون في ايده حيله، انا يا رب ما فيش في ايدي حيله، انت انتقم لي او هات لي حقي مثلا. بصي يعني انا هقول لحضرتك، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. صح، انت عايزه توصلي للمعنى ده. انا اللي بيتظلم بيبقوا ساعات يعني مقهورين مش في ايديهم عملها حاجة، النبي عملها لله. النبي لما قتل القراء فقال اللهم عليك بفلان وعليك بفلان وعليك بفلان، اللي عليك دي يعني انتقم من فلان وفلان وفلان. تمام، عملها النبي مره يعني في من قتل. لكن لما اقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، دي اللي هو عارفه اقصى حاجه احنا نعملها اللي هو ايه،
اللي انت تفوضي الامر الى الله عز وجل فتقولي لله. كما يقول الحسن البصري وذلك مروي في تفسير القرطبي: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم ونعم الايه؟ الوكيل. ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ده اقصى حاجه انت تعمليها دي كما يقول قاصمة الظهر. دي صعبه جدا. ما هي بعض الناس الله مش ونعم يقولوا ايه سهلة. الله ينتقم منه والله دي بتقطم ظهر انت عارفه بقى بعض الناس الله ينتقم منه الله يخرب بيته. طب أيوة. يخرب بيته طب ما تروح تقول الله دي. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقول: طب وانت يا اخي كيف وماذا تستفيد ان يعذب الله انسانا بسببك؟ ايوه صح. يعني انا هستفيد ايه لما واحد يخش جهنم يعني وانا اخش الجنه يعني؟ طب ما ناخد بعض ونخش الجنه. طب اعمل ايه؟ قول اللهم اهديه. فبلاش اللهم انتقم منه. طيب سريعا برضه فتلقى ادم من ربه كلمات دي الكلمات دي العلماء رحمه الله عليهم يقولون هي الكلمات التي انزلها الله عز وجل على ادم حتى يتوب عليه.